بالمحاضرات السابقة كنا حكينا على نوع من أنواع الدراينج أو أنواع الدراينج اللي كنا بنستخدمهم. في عنا طرق كتير بنستخدم فيها أو بنستخدمها لعمليات الدراينج، لعمليات تجفيف المواد، بعضها عن طريق تعريض العينة مباشرة للحرارة، بعضها من خلال رشها على سطح بتكون درجة حرارته مرتفعة، بعضها عن طريق تعريضها للناتشرال شيد اللي هي في الظل، بعضها الآخر عن طريق اللايفلايزيشن أو اللي بنسميها الفريز دراينج. كلها كانت عبارة عن طرق تستخدم في عمليات الدراينج. اليوم إن شاء الله رايحين نحكي على آخر جزء بهذا التشابتر اللي هو بيحكي على عملية التقطير، عمليات الديستيليشن. عملية الديستيليشن هي تعتبر عملية، ببعض الأحيان تعتبر عملية سيبريشن، وبعض الأحيان تعتبر عملية استخراج سولفنت. فعملية الديستيليشن هي عملية سيبريشن، هي عملية فصل للمادة السائلة من مادة بتكون موجود منها، سواء مادة سائلة أخرى أو من سوليد ماتيريال. فعملية الديستيليشن it's a process of separation where the condensed vapor produced from vaporization of substance they are converted to its liquid. عادة المادة يتم استخراجها من مادة سائلة، طبعا عن طريق تحويل هاي المادة إلى الحالة البخارية. هاي الحالة البخارية بتبلش ترتفع، هذا البخار ببلش يتصاعد من هاي المحلول أو من هذا البيكر، بيتجمع بوعاء آخر بكوندنسر اللي هو المكثف، بيكون يحيط حواليه ماء مبرد أو سائل مبرد تبريد عشان يتم تخفيف درجة الحرارة ويرجع يتكاثف هذا السائل مرة ثانية. شو هي أهمية أو what's the main goal for the distillation؟ أهمية عملية التقطير. عملية التقطير هي تعتبر عملية separation from liquid أو separation of liquid from other material، من مواد تامة تانية، وهي تعتبر عملية separation أيضا للمواد السائلة من مواد solid substance، من مواد صلبة. ليه في هاي الحالة أنا بقدر أعتبر المواد الصلبة هي عبارة عن solid impurity، هي عبارة عن مواد شوائب. النقطة الثانية عملية الاكستراكشن، في بعض الأحيان هي عملية استخلاص أيضا، تحديدا للمواد such as volatile oil from their botanical source زي المنثول مثلا. المنثول إحنا منجيبه من المنثى بيبريتا من النعناع، فهي عملية purification، عملية extraction، عملية استخلاص للمادة من الناتشرال سورس تبعها. النقطة الثالثة reusing أو using again of the alcohol in pure form. بقدر أنا أستخدم المادة بعملية distillation، بقدر أستخدمها على شكل pure form وبقدر أعيد استخدامها كمان مرة. فهي تعتبر من طرق التنقية للعينات، من طرق التنقية للسوائل اللي يتم استخدامها. عندنا كمان separating the volatile substance from other less volatile substance depending on their boiling point. عملية فصل المواد الطيارة عن المواد الغير طيارة بالاعتماد على درجات الغليان. طبعا اللي درجة غليانها أولا هي المادة اللي تتبخر أولا. عندنا أنواع مختلفة من الديستيليشن. أول طريقة هي عملية التقطير البسيط simple distillation. Simple distillation it's a process of converting liquid into vapor transfer in a condensed contact with the cold surface to condense and to become تتحول ل reconverted مرة تانية بريسيفر أو بأي كونتينر تاني. Simple distillation هي عملية التقطير البسيط، تتضمن تسخين العينة، تسخين هاي العينة بتكون ببيكر، وهاي العينة بتكون موصولة مباشرة مع كوندنسر، بتكون موصولة مع مكثف. تبدأ تسخين العينة، لما منبلش نسخن بالعينة بتبلش تتبخر هاي العينة، بعدين بخار المادة من العينة يتجمع في أنبوب أو في وعاء. هذا الوعاء هو عبارة عن المكثف، هذا المكثف لما بتتجمع فيه العينة كلياتها طبعاً بتكون درجة حرارته باردة، مما يؤدي إلى إعادة تحويل الحالة البخارية أو الغازية إلى حالة سائلة.
Hence, it is done in a normal condition. هاي العملية بتصير بنورمال كونديشن and pharmaceutically used. بشو بنستخدمها؟ بنستخدم في عملية الـ purification and preparation of distilled water. نستخدمها في عملية تحضير وإنتاج المياه المقطرة. اثنين، نستخدمها في عملية الـ repurification of alcohol. إعادة إنتاج الكحول وإعادة تقطير وإعادة تنقية للكحول. ثلاثة، separating the impurity from liquid عشان يتم فصل المواد الـ impurity، أي مواد شوائب يتم فصلها من المواد السائلة. Parts of simple distillator أو الـ simple distillation apparatus، شو هي أجزاء الـ simple distillation؟ هي بتتكون من heat source، من مصدر للهب، عادة بيكون flame، وبيكون موجود فيها two flasks. One of them is to heat the mixture. واحد بيسخن المكستر. The second one is the receiver. هي بتكون اللي بنستقبل فيها العينة. Two بتصير فيها عملية collecting the product. The condenser which passed through it cooled water to form from water source and which goes out heat because it was exposed to hot vapor. المي بتفوت مبردة وممكن تطلع درجة حرارتها أعلى بالكوندنسر بالمكثف لأنها هي بتكون على ملامسة مع البخار، مع بخار المادة، وبالتالي ممكن ترتفع درجة حرارتها. أصلاً المي استخدامها الرئيسي هون هي مادة كوندنسر، هي المادة الكولنت اللي بتبرد عشان تبلش عملية التكاثف. Sometimes بصير في عندي أو sometimes to the flask number one we add some pieces من البورسلان to regulate the boiling point. ببعض الأحيان منضيف إشي منسميهم بورسلان pads عشان نحسن من عملية التقطير. شو اللي بصير عنا؟ هذا هو this is a flask number one. This is a flask number two. هون هذا عبارة عن مصدر اللهب. يبدأ مصدر اللهب بالاشتعال، المادة اللي موجودة هنا في فلاسك نمبر 1 تبدأ بعملية التبخر نتيجة تعرضها للحرارة من هذا الفلاسك. نتيجة التعرض للحرارة تبدأ المادة بالتبخر، بتبلش تتصاعد تمشي داخل هذا الأنبوب، وصولاً إلى بتجد في هنا فتحة، هاي الفتحة بتبلش تمر من خلالها في داخل هذا الكوندنسر. هذا الكوندنسر بيكون من الخارج محاط بماء بارد، من هون عبارة عن مي باردة. المي الباردة هون مدخل وهون مخرج عشان المي الباردة تضلها في دورة مستمرة، يعني تضلها المي درجة حرارتها منخفضة قدر المستطاع. بتصير عملية التكثيف داخل هذا الوعاء هون أو داخل هذا التيوب، والمادة مباشرة يتم تجميعها على شكل مادة نقية في الوعاء اللي بيكون عبارة عن الوعاء الآخر. هاي أبسط طريقة من طرق الديستيليشن، يطلق عليها اسم simple distillation. النوع الثاني من الديستيليشن يطلق عليه اسم fractional distillation. fractional distillation هي التقطير الجزئي. التقطير الجزئي تستخدم to separate mixture of liquid they differ from one of each other by difference in their boiling point. وهي الطريقة التي تستخدم لفصل المشتقات النفطية أو المشتقات البترولية عن بعضها. يعني لما بيجيبوا النفط الخام كيف بيفصلوا؟ بيطلعوا منه غاز المنازل اللي هو الميثان، كيف بيطلعوا منه البنزين، كيف بيطلعوا منه الديزل، كيف بيطلعوا منه المشتقات الوقود الاحتراق، يعني كيف؟ عن طريق عملية الفراكشنال ديستيليشن. يوضع النفط في عمود الفصل وتبدأ عملية تسخين هذا النفط، هاي المادة النفطية بالتدريج. المادة اللي إلها أقل boiling point، المادة اللي إلها أقل درجة غليان، سوف تصعد أولاً أو سوف تنفصل أولاً. يعني المادة اللي بتغلي على درجة حرارة 20 أو 30 مباشرة، هاي أول مادة يتم فصلها. نرفع درجة الحرارة أكثر من 20-30، المادة اللي تفصل على درجة حرارة 60 يتم فصلها ثاني مرة. نرفع درجة الحرارة للمية، المادة اللي يتم فصلها على درجة حرارة 100 هي بتطلع، وهكذا. فعملية الفراكشنال ديستيليشن هي عملية تستخدم لفصل المواد، لفصل السوائل
أهم نقطة إنها هاي السوائل they have differs one from each another by different in their boiling point. كل سائل أو كل مادة إلها درجة غليان تختلف عن المادة الأخرى. So we can use previous instrument with first evaporator. The liquid with the least boiling point will be collected and receiver بالفلاسك 2. المادة اللي إلها أقل درجة غليان هي المادة التي تعبأ أولاً أو هي المادة التي تفصل أولاً. بعدين هاي المادة بتتجمع بالفلاسك. It is taken away and we can use another flask instead of a prior one. So we can start collecting the next liquid which has a higher boiling point. Sometimes it is done in fractional column. طبعاً إذا كانت الكمية صغيرة بنعمله بفلاسك A وفلاسك B أو واحد واثنين زي ما هو مكتوب. لكن بالنسبة للكميات الكبيرة وبالنسبة للكميات اللي بتصير على أعمدة الفصل بالعادة إحنا ما بنعمل العملية على شكل الفصل بفلاسك 1 وفلاسك 2. عمليات الفصل بتصير على بعمود التقطير اللي هي بتصير بعملية الفصل للمشتقات البترولية. هذه الطريقة this method it is used to separate component for the crude oil أو البترول oil اللي هي زي ما كنت عم بشرح اللي هي طريقة فصل المشتقات البترولية. بتصير بهذا المبدأ fractional distillation. منبلش نسخن بالعينة هون. طبعا هاي العينة بتكون عبارة عن خليط من المواد. هاي المواد نتيجة اختلاف درجات غليانها. المادة اللي درجة غليانها أقل سوف يؤدي إلى فصلها أولا. تطلع المادة هون مباشرة بالكوندنسر هون بهاي الأطراف اللي موجودة هون يتم تبريدها وجمعها مباشرة في تيست تيوب أو في عفوا فلاسك ثاني. ثم بنرفع درجة الحرارة بتبلش مادة ثانية تتبخر هون بنرد بنرجع بنجمعها. طبعا أكيد كل مرة بنغير الفلاسك عشان ما يصير في عندي خلط ما بين المواد. طريقة الفصل الثالثة يطلق عليها اسم destructive distillation. destructive distillation هي عملية الفصل بالتدمير. العينة عادة في معظم الأحيان يتم إتلافها بعد ما يتم فصلها مثلا بهذا النوع يتم إتلافها. This method happen in the following cases. تستخدم هذه الطريقة to separate substance where the boiling point have high degree أو high temperature degree. Destructive distillation تستخدم هاي الطريقة إذا كانت درجة غليان العينة درجة غليان مرتفعة جدا وبالتالي بحتاج إني أنا أحرق العينة أو بحتاج إنه أنا أسخن العينة لدرجات حرارة عالية كتير عشان أستفيد منها. To separate أو عشان أقدر أفصلها. To separate substance which are destroyed during the general distillation method. طبعاً هي يتم فيها فصل للمواد بس عملية الفصل بتصير فيها عملية total destruction. وأيضاً تستخدم to separate substance which are held to be dispensed in water such as volatile oil. تستخدم لفصل المواد اللي هي which are hard to be dispersed in water. المواد اللي من الصعب إنه يتم توزيعها بالماء زي مثلاً الفولاتايل أويل. بنفس الطريقة برضو بنعتمد فيها مثلاً هون في هاي الحالة في عنا الكول اللي هو الفحم وهون نتيجة تعريضها للهيت للحرارة وفي هون في عنا الكوندنسر بيكون على هذا الشكل وهون يتم جمع كمية الكول تار اللي هي عبارة عن مادة القطران اللي هي الناتجة من عملية الاحتراق. النوع الرابع من عمليات الديستيليشن يطلق عليه اسم الستم ديستيليشن. ستم ديستيليشن هي عملية الفصل بالتبخير. في هاي الحالة في we put the plant material to be separated of its volatile oil in flask number 2. بنحط المادة بالوعاء اللي احنا بدنا نفصلها منه which it is exposed to water vapor. أهم نقطة من اسمها steam distillation يتم فصل العينة عن طريق تعريضها لبخار الماء مش تعريضها للماء مباشرة. فمنعرضها لبخار الماء which it is generated from another flask.
which it is separated flask and it is shown in a figure طبعا اللي موجودة. Then the water vapor is raised, ببلش منبلش نضيف بكمية المي. Water, water vapor rinsing, ببلش يغسل كأنه العينة. Taking with active constituent found in plant in flask number two, ببلش ياخد معاه الactive ingredient وببلش ياخد معاه المواد اللي موجودة أو المواد اللي ببلش يصير مشبع فيها من العينة اللي بيطلع منها. Where it is exposed to the condenser, which it is condensed to form a liquid purified. طبعا نفس المبدأ، لكن هون اللي بيختلف فقط انه هاي العينة احنا ما بنحطها وما بنعرضها للهب مباشرة، وانما هاي العينة يتم فصلها عن طريق تعريضها لبخار الماء. فبخار الماء لما بمر من على سطح النبت اللي بدنا نفصل منها ببلش يصير مشبع بالفولاتايل اويل او بالماتيريال اللي موجوده بهاي النبته. النوع الرابع هي عمليه الديستليشن اندر ريدوسد بريشر، عمليه التقطير باستخدام ضغط منخفض. بمعظم الاحيان او في بعض انواع الاحيان بعمليات الفصل احنا ما بنقدر نستخدم درجات حراره عاليه، لانه الماده اللي احنا عم نفصل فيها هاي الماده بتكون مادة عملية فصلها بتتكسر بفعل وجود الحرارة. So when في هاي الحالة we need to decrease the vapor pressure، في هاي الحالة احنا بحاجة انه نخفض من معدل الـ vapor pressure، من معدل الضغط اللي موجود على هاي العينة. تخفيضنا لهذا الضغط اللي موجود على هاي العينة في هاي الليكويد، this will decrease the boiling point. لما منخفض الضغط بقل معاه درجة الغليان. So في هاي الحالة بهاي الطريقة we can separate substance which cannot withstand heat. أنا بقدر أستخدم هاي الطريقة لعمليات الفصل للمواد اللي غير قادرة على التحمل درجات الحرارة العالية، بمعنى بخفض الضغط على هاي المواد وبالتالي بتقل درجة الغليان لهاي المواد، ينعكس على ذلك انه انا بقدر افصل العينة وبقدر اغليها على درجات حرارة منخفضة. So this method of distillation it is used for such kind of liquid which they are affected by high temperature degree. هذا النوع من عمليات الديستيليشن، هذا النوع من عمليات التقطير يستخدم عشان نضمن انه العينة يتم فصلها ويتم فصل الكونستيتيونتس اللي موجودة فيها بدرجات حرارة منخفضة، طبعا اكيد بيرافقها تخفيض للضغط. هاي الطريقه بستخدمها لفصل العينات اللي بدي افصل منها الماتيريال اللي بتكون هيت لبايل. هيت لبايل يعني بتتكسر بدرجات الحراره المرتفعه. في حدا عنده استفسار لهون يا شباب؟ في اي معلومه مو واضحه؟